رح نتابع محطاتنا وبلش الشيف محمد يحضر لنا اطباق طيبه، بلش يحضر اشياء قدامنا. بقى خلينا دغري نروح لعنده لحتى نشوف وين بدايه اطباقه، بشو رح يبلش، بالحلو ولا بالمالح؟ ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. رح نبلش نحضر الحلو اكيد، لانه الحلو دائما هو اللي بياكل وقت اكثر. رح نعمل تارت لنا اليوم بالموز. رح حط العجينه نبلش نحضرها ونبلش نحضر الحشوه. بدنا طحين، راح نحط بيض، سكر، راح نحط رشة فانيليا ونتركهم مع شقفة زبدة ينخلطوا شوي. بكون بلشت احضر بهالوقت الحشوه اللي الن. هيدي العجينه حتركها تبلش لحالها تحضر. حتبلش العجينه لتكون صارت جاهزه رح بلش احضر الحشوه. رح نعمل كراميل، بدنا نحط طواي، نحط زبده وسكر. وحده رح اعمل فيها الموز مع القرفة والزبدة، وحدة رح نعمل فيها سكر كراميل. رح نحط له زبدة، بعد ما ياخذ لون اشقر بحط فوق منه كمية من الزبدة وبنبلش ندهن فيه التارت بعد ما يصير جاهز. بمقلة تانية رح نحضر الموز مع الزبدة والقرفة. القرفة بتعطي نكهة كتير طيبة معه. بعد ما نفوت العجينة على الفرن رح شيلها، رح نعمل الكراميل قلنا اللي هو صوص كراميل. رح نعمل زبدة وسكر، بعد ما ياخذوا اللون الاشقر ما حطيت معه شيء. شفنا كيف بلشت تاخذ لون، بصير لونه اشقر. بضيف عليها زبده وبرجع بدهن فيها قالب التارت العجين بعد ما يستوي. راح نحط زبده بمقله ثانيه ونولع. رح نقطع الموز بهالشكل، في اشخاص بيعملوا التفاح بهي الطريقة، كمان بيعملوه بزبدة وقرفة. بيطلع طعمته كتير، القرفة على النار بتعطي نكهة خاصة بعد ما تغلي. هيدا الموز صار جاهز خالص، رح نبلش نحطه فوق الزبدة عم تدوب والكراميل بلش. حطه كأنه عم يتقلى أول شيء، وهلا رح أضيف عليه القرفة بهالشكل. تحريكة هيدا الموز صار جاهز، أخذ لون وأخذ طعمة القرفة. رح أطفي عليه، رح ارجع لعندي غيدة وبكفي انا تحضير الكراميل مع الزبدة وعجينة التارت.
أكيد نحن بانتظار لحتى تتابع مع أطباقك الطيبة، بس نحن رح نكون هلأ مع جون بحلقة جديدة عغير موجي. هاي جون، ميست يو. اليوم رح نحكي عن كولد بلاي هلأ؟ رح نحكي عن كولد بلاي. ما بتحبي الكولد بلاي؟ بتحبي كولد بلاي؟ إيه. إنه إيه، لأنه عندهم فرايتي. نزلوا البوم، عملوا كونسرت ببوينوس ايريس بالبرازيل، هيوج كونسرت، كان هيوج 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 كونسرت، حلو كثير. حبيت يعني نزلوا الالبوم هو عن الكونسرت، وانا حبيت كمان نحضر الميوزك فيديوز اللي عملوه، مش ميوزك فيديو، الكونسرت كيف كان هونيك، قد ايه عم بتشوف قد ايه الناس عم يعملوا رياكشن مع السونجز تبعهم، قد ايه ار يعني صاروا خلص. كول بلاي بتقول يعني فاتوا بالهول اوف فيم، يعني كيف عندك لكل الباندات اللي فايتين بالهول اوف فيم، اللي انا يعني فيك تحكي ميتاليكا، فيك تحكي نيرفانا، فيك تحكي بينك فلويد، فيها نحكي كل هول الباند، صار عندي كول بلاي كمان 21st century هول اوف فيم سونجز، يعني they have huge followers وين ما يروحوا sold out tickets. حبيت نحكي عنه، وما بعتقد طالعين معنا، يعني اخر مره طلعوا معنا وقت نزلوا البومهم الجديد بعتقد هذيك السنه 2017 مش 2018. بس قبل حبيت احكي عن ميوزك فيديو نزل جديد، قلت له عمر بدنا نقطع الميوزك فيديو قبل، عن مايك بوسنر. مايك بوسنر هو اللي غنى اي توك ابل ان ابيزا. تتذكروا غنى اي توك ابل ان ابيزا، افيتشي عمل لها ريميكس، ات واز ون اوف ذا بيجست هيتس، فيها نحكي بال 2016 2017، ما حدا ما كان سامع الغنيه، ما في حدا ما غنى الغنيه، ما عمل لها كوفر، ما عمل لها ريميكسز، طوشونا فيها بدك تقولي. واذا مايك بوسنر اختفى، ما نسمع شيء عنه، نو ووردز، نو ووردز تو ديسكرايب هيم، ما حدا يعني عرف شيء وين صار، اللي ما عم ينزل البومات مع انه اخذ الشهره وصار عنده المصاري، هي كان ستارت هيز اون برودكشن، يبلش الاغاني تبعه 5 دايز اجو. شو طلع بعدين؟ 5 دايز اجو نزل الميوزك فيديو، هو عامل الميوزك فيديو. بنصح المشاهدين يركزوا على الميوزك فيديو، يحضروا شقفه منه، لما رح يقدروا نقطعوا كله. اتس فيري انترستينج فيري ايموشنال ميوزك فيديو، بنحضره مع بعض. Yeah. Tracy Chapman was my friend. She would know exactly what to say. Beginnings always hide themselves in ends. At some point I will be okay. I got high when I met you. I got high to forget you. I feel pain. I don't want to, but I have to. Yeah, I have to. If I wanna move on, move on, move on, move on. If I wanna move on, move on, move on, move on. If I wanna see some shaman in LA, to hear some things I wanted to hear. Everyone just wants to feel good. Everyone just wants to disappear. Call the girls and His own production video. عم يحكي عن depression اللي قطع فيها، لأنه السنة اللي كانت 2018 it was very hard for him. توفى بيو، تركته خطيبته أو صاحبته، توفى صديقه one of his friends Avicii يعني. وعم بيقول لك إنه he wants to move on. هي كل الغنية about moving on. الميوزك فيديو كتير مهضوم، بنصحكم تكملوا. وقرر مايك بوسنر إنه هلأ بسنة 2019 رح يمشي كل أمريكا to raise money and awareness على الناس عن depression. وفي عندكم الكومنتس على اليوتيوب، عن جد بشوف قد الناس عم بيشجعوه، قد الناس يعني واقفين حده، وقد ايه صار بدهم يتبرعوا. يعني بيقول لك اتس فيري هارد، يعني انت بتشوفي بس الاوتر شيل تبع الشخص، بس ما بتشوفي هو شو عم يقطع فيها. صحيح. يعني نحن دائما وي كريتيسايز، بنقول وينه هيدا الارتست ما عم بينزل البوم، بس كمان هول الناس يعني بيقول لك هو اتس هارد تو بي بيرفورمانس بيرفورمر دي جي، كمان نايس جاي. رح نكمل مع كول بلاي تنقطع عليها، يعني
بنصحكم تفوتوا تحضروا مايك بوسنر موف اون الميوزك فيديو، ان شاء الله ينزل الالبوم نحكي عنه، عم بحكي كثير سريع. بنحضر كولد بلاي الالبوم نازل هلا على اي تيونز فينا نشتريه، اكيد نازل كمان على كل الهارد كوبي فينا نشتريه. كولد بلاي ان بوينس ايريز. بنحضر هلا الفيديو كليب، شوفوا رياكشن تبع الناس. When you try your best but you don't succeed, get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. When the tears come streaming down your face, 'cause you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, what could be worse? Vamos cantar juntos, let's go. أغنية فيكس يو من أشهر الأغاني لكولد بلاي، وعن جد عم تشوف الرياكشن تبع الناس اللي قاعدين بالكونسرت، قد إيه في عندك ناس يعني حلو الميوزك فيديو. عن جد وقت تشتري ألبوم بيكون هو على كونسرت بتسمع الأغنية أنت، وأنت وين يو سينج ألونج مع الأغنية بتسمعيها كمان على السي دي، يعني على الأغنية اللي عم تقطع، عن جد بتحسي قد إيه يعني اللي هو الأغاني بيجمعوا الناس بين بعض. مزبوط. يعني في عندنا مثل إيفنت تومورو لاند، بتشوفها قد إيه في ناس بيروحوا من كل البلدان بيجتمعوا أندر ذا ميوزك، يعني بيقول لك ميوزك يونايت بيبل. عن جد يعني وهون مع كولد بلاي بتشوفها قد إيه في عندك ناس، في عندك فوق ال 100,000 شخص جايين بس ليسمعوا غنية غنيتين. بنحضر آخر فيديو يلا. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. Wonderful adventure. حلو كثير التفاعل. حبيت هيدي نحط هيدا الميوزك فيديو الكونسير يعني اللي كنا عاملينه لنبلش اول شيء بالسبيتش تبع تشارلي تشابلن، كيف كان عم يحكي اول شيء وكيف فاته مع الغنيه، وبتشوفها كل الناس فيها. نحضر كل الكونسرت موجود على يوتيوب على الكول بلاي فيفو، واكيد فيها نشتري الالبومات، وعن جد بنصحكم يعني كول بلاي ونكست ويك نيو البوم. بشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله جون، رح نتابع بعد دقائق مع بشاره وانيمال تيلز، خليكم معنا.